حاليا عند المحل اللي امس كان مسكر ما قدرت ادخله، بنشوف شنو عنده. انعفسنا المطر طول اليوم، الحين صار له يومين او ثلاثة ايام يوميا كله مطر. هاي التسامح اللي مو عاجبه التسامح. المحل فيه وايد خلاجين وعجبني هذا الفاسح تقطيع اللحم والسوالف. هذا السيستم الارم على دينارين تلزقه بالسقف بس. بعد كنت اشوفه بالنت من زمان بس اول مره اشوفه قدامي. بروجيكتر يعطيك امواج بحر على السقف وفي بلوتوث سماعه. هذا عباره عن فريم برواز تحط فيه الصور اللي انت تبيها ويتغير ديجيتال. هذا تابلت اول مره اشوفه ماركه دنفر على 20 دينار بس مو كاتبين كم الرام ماله. هذه كفرات للماك على 6 دنانير ماركة اكستريم ماك. قوية فكرة التليفون حق شيبانا، تحط الصورة وتبرمج الزر ان كل زر يتصل على رقم. ميكروفون ماركة تراست من اقوى الماركات على 6 دنانير تقريبا او 5 دنانير حق تسجيل ريفيو. هذه القطعة الصغيرة على 8 دنانير تقريبا عندنا بالكويت على 5 دنانير بعد، هي قطعة الواي فاي اللي اذا كمبيوترك ما في واي فاي تحطها. هذه سماعة جي بي ال على 5 دنانير اول مرة اشوفها مفتوحة. شخباري هذا اللي الحين يبيعونهم قوي شكل العطر. أول محل أشوفه يعترف بماركة واوي ويحطها، بعض المحلات ما يحطون وما في بينام. الماركة أول مرة أشوفها ويكو، اكتشفت إنه ما يعترفون بالرام ما يحطونه. هذه كاميرات لمراقبة الأطفال مع الصوت وفيها سنسر موشن اللي هو إذا تحرك الطفل يشتغل عندك ويعطيك كلام. تابلت ويندوز هذه ماركته 2 جيجا سعره 45 دينار. ساعة سامسونج جير كلاسيك. ساعات توم توم مالت الجري فيها تشغيل موسيقى. ساعة جارمن سعرها 100 دينار. الكاميرا من توم توم سعرها 100 دينار، فيها فلاش تصور 1080 بي وتعدل بالتليفون وتدز. اللي لاحظته انهم ما يعترفون بالساعات الا بساعة سامسونج غير وساعة الابل وساعة توم توم بس. يعني ادور ساعة هواوي ما لقيتها، ادور ساعة ال جي ما لقيتها، كل المحلات اللي دخلتهم ما لقيت فيهم. هالجهاز من لوجيتك سعره تقريبا 10 دنانير، توصله مع اي سماعة عندك ما فيها بلوتوث يصير فيها بلوتوث. برنامج كورل درو للتصميم، تصميم الصور يدرس في المناهج عندهم وما يستخدمون الفوتوشوب. في غلاية تشتغل على التليفون للحين ما شفتها ما لقيتها مكان، حتى تقدر تحط لها تايمر ساعة كم تشتغل غلاية. هذه ذابحتني لازم اخذها قبل لا ارد، سعرها 65 دينار تشتغل على برنامج بالتليفون. هذه نفسها يقول الريال انهم فيها تايمر على التليفون، تقول الساعة كم تبي يسوي لك قهوة ويعطيك تنبيه هذا القهوة بتخلص. هذه مراحل تطور قهوة نسبرسو، ما أدري شنو هذه. دكتور الأسنان نصحني أن أستخدم هذه الفرشة الإلكترونية تشتغل على التليفون ويحط لك تايمر ايش كثر تفرش. في برنامج على التليفون يحط لك ايش كثر تفرش مرة حق اللثة مرة حق الأسنان. عندهم حق الأطفال بعد.
الفرش هذه عندنا موجوده اعتقد بالصيدليات، بس يعتبر تفلسف اللي يستخدمها، اما هني لا يعتبرونها شيء اساسي، يعني قاعد اشوفها بكل مكان. من كثر ما احنا ساحبين عليها حتى البرنامج ما ينزل على الستور الكويتي، بس على الامريكي والاوروبي. احنا مو فاضيين حق الثقافه، احنا فاضيين نجاب الناس بالانستغرام يقولوا لنا ليش مسافرين برمضان؟ مريض؟ ما تقدر تصوم؟ ايش عليك؟ يطلع لك واحد يقول لك ليش ما تبتسم؟ يا اخي موضوعي ما يضحك، قاعد يعني اقول معلومات. اللي بيزور هولندا تنقل داخل امستردام بالقطارات والباصات. مره امستردام اخذ سياره يطلع خصك. الحين رايح عندي لعب كره، على ما اوصل ليل باص تعبت. شكلي بروح هناك بس اوقف سخنت وارد البيت. في احد قاعد يستفيد شيء من اللي انا قاعد اقوله او من اللي قاعد اصوره او من اي شيء انا قاعد اسويه؟ كتبوا لي